هل تعلم الموسوعة الثقافية المرئية؟ فوائد مسك الجرجير لتنعيم الشعر. إن الشعر هو تاج جمال المرأة، وتحرص كل امرأة على العناية بشعرها بكافة الطرق الممكنة، وتختلف طريقة العناية بالشعر حسب نوع كل شعر. لكن هناك بعض الأشياء الطبيعية يمكن استخدامها لجميع أنواع الشعر، ومنها مسك الجرجير، حيث يعتبر الجرجير وزيت الجرجير من أهم المواد المستخدمة على نطاق واسع في المنتجات الخاصة بصحة الشعر وزيادة نموه وكثافته. فالجرجير يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات كفيتامين ج وفيتامين ألف والعناصر الأخرى التي تساعد بشكل فعال وسريع في زيادة نعومة وكثافة وصحة الشعر. ولذلك سوف نقوم من خلال هذه المقالة بعرض طريقة عمل ماسك الجرجير لشعر طويل وصحي، حيث أن ماسك الجرجير يمد فروة الرأس بالتغذية التي يحتاجها مما ينتج أثرها على صحة الشعر. فمن أهم ميزات ماسك الجرجير إلى جانب ما يحتوي عليه من العناصر والفوائد الصحية المتعددة به، هي أن كل مكوناته طبيعية تفيد الشعر وتحميه من الضرر الناتج من استخدام المنتجات الخاصة بالشعر والتي تحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر وصحته على المدى البعيد. ولذلك فاحرصي على تجربة ماسك الجرجير لشعرك حتى تتمكني من الحصول على شعر طويل وكثيف وصحي ينمو بشكل طبيعي ويزيد من جمالك. والآن طريقة عمل ماسك الجرجير للشعر وكيفية استخدامه. أولا، مكونات طريقة عمل ماسك الجرجير لشعر طويل وصحي: حزمة من الجرجير، زيت الزيتون، عصير نصف ليمونة، وماء بارد. ثانيا، خطوات طريقة عمل ماسك الجرجير: 1. قومي بغسل الجرجير وتنسيقه. 1. قومي بغسل الجرجير وتنظيفه جيدا، ثم قومي بوضعه بالخلاط وضعي معه قليل من زيت الزيتون وعصير الليمون والماء البارد واخلطيهم جيدا، وبذلك أصبح لديك ماسك الجرجير جاهزا. 2. قومي بفرد الماسك على رأسك ودلكي به فروة الرأس جيدا وفي حركة دائرية حتى ينتشر الماسك على فروة الرأس بالكامل، وبالتالي يتم تغذية فروة الرأس وإزالة الخلايا التالفة والميتة والقشرة مما يتيح للشعر النمو بشكل طبيعي. 3. قومي بتغذية شعرك واتركي الماسك على شعرك لمدة 3 ساعات كاملة، وبعد مرور 3 ساعات قومي برفع غطاء من على رأسك واغسلي شعرك بالماء الدافئ حتى تتخلصي من بقايا الماسك العالقة بشعرك. 4. قرري وضع ماسك بالجلد. 4. قرري وضع ماسك الجرجير على شعرك وفروة رأسك مرة واحدة أسبوعيا بشكل مستمر حتى تحصلي على النتيجة الإيجابية، وبذلك نكون حصلنا على شعر صحي وطويل وكثيف ومليء بالحيوية. شكرا، نشوفكم في حلقة جديدة من حلقات موسوعة هل تعلم الثقافية.